يا ست ام طلعت، انا ما بنكر انه ابني ما غلط، لا غلط، بس هلا هو يعني يدفع حق غلطته. اي معلش يا معزه، ابنك بيستاهل، يعني عدم المؤاخذه يلي من ايده الله يزيده. بس يا خانم اكيد ما بيهون عليكي، نرتمى كلياتنا بالشارع من ورا غلطه اخي. والله انتو كمان ما بيهون عليكم ابنكم ينزل لنص بيتنا ويسرق 25 ذهبه. 25 ذهبه هدول مو قلال. بس يا خانم اخي اعترف انه نزل ليلتها على بيتكم وما سرق شيء. يا ربي دخيلك اذا صحي. شو كان نازل يعمل يا بعدي؟ يتسيرن؟ صدقيني يا ست ام طلعت، نحن ما بنعرف شيء عن الذهبات. بيهون عليك انا وبناتي نصفها بالشوارع؟ لا والله حقيقه ما بيهون علي، بس يعني شو العمى. الله يوفقك، بركي بتقولي لجوزك ما يطالعنا من البيت بس لحتى يطلع ابني من الحبس، نعرف وين الذهبات ساعتها بنرجع لكم ياهن، ويا دار ما دخلك شر. ماشي الحال وانتي قلتيها، خلص وعد مني رح اعمل جهدي انه احكي مع ابن عمي مشان يلغي حز البيت، بس غير هيك ما بقدر اوعدك، ما فيني اعمل شيء. كتر الف خيرك. لك منيرة مستحيل اتخلى عنك، انا مستحيل. الى امتى يا طلعت لامتى؟ هي صار لنا سنه بنحب بعض وانت لهلا ما طلبتني من ابي. هانت كلها كم شهر زمان ورح بيجي بخطبك من ابوكي، بس لحتى امك من خالتك تلد وتجيب صبي. يو وشو دخل هاي بهاي؟ وانا شو معرفني بقصص النسوان؟ هي الشغله انت لازم تعرفيها. طلعت لا تكون امك قصدان عم تقلك هيك وتروح تطقك جوازه لوحده غيري. ليش مين قال لك ان انا بتجوز حدا غيرك؟ لك منيرة، لك انت عيوني وحياتي كلها ودنيتي كلها كمان. تقبر قلبي يا طبعا. يلا وصلنا، روح قبل ما حدا يشوفنا يوصل لك، والله بيخليني بطل روح على المدرسة وبطل كمل تعليمي. لك شو تبطلي تعليمك وما عتشوفك؟ لك منيرة انا اليوم ما بشوفك فيه والله العظيم بصير بحاكي حالي، لك اعلي بطق. سلامة اعلك تقبر خاطرك طبعا. الله معك، مع السلامة. يسعد الله، يسعد الله يا يسعد الله يا منيرة. هيك لكان يا ابن المختار يا بنت الشاويش. عاملين لي فيها عاشي ومعشوق بسيطة. لك انت شو عم تحكي يا ابن العريس؟ زهرية بنت المختار جربانة؟ صدقيني يا خانو، صدقيني مثل ما عم احكي لك، شفتها بعيوني هدول طول الوقت نازلة هرش وحك وحك وهرش وهرش وحك. حتى حريم الشاويش خافوا وبعدوا عنا، لك خافوا ينعدوا. لك قولي على طول يا ابني، لك خطيبتك جربانة، جربانة خطيبتك، قولي على طول. انا تاني مرة لا تجوا لهون، فورا بتروح على الشغل انت وياه، فهمت؟ عمرك سيدي. لا تحرك، تضرب منك كله، تحرك. سيراني سيدي. الله يوفقك. ترى ليش طالع خلقك يا بي؟ من هذا البهيم، فكري وفهيم. شبهه؟ ما عم يفهموا علي. شو بدك منهم يا بي؟ بدي اياهم يطفوا زريبه ويحلبوا البقرات. طيب ليش ما بتجيب عمال يشتغلوا؟ لك يا بنتي، يا بنتي حدا بصح له عمال يشتغلوا عنده ببلاش بيقول لا؟ ليك؟ إيه إذا هيك معك حق والله. إيه بعدين محسوبين علي وعم بياخذوا معاشاتهم، ليش لحتى ما يشتغلوا عندي بلاش؟ آه معك حق.